السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي، والذي يأتي تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحقيقة على مدار الحلقات الكثيرة من ملتقى الفكر الإسلامي نقدم رؤية ونقدم قراءة مختلفة ونقدم حالة من حالات الفخر بالحضارة الإسلامية، وهذا هو موضوع حلقة اليوم من ملتقى الفكر الإسلامي، ولكن بشكل ورؤية مختلفة، وأيضا من عنوان عبقري يطرح في هذه الحلقة النقاشية من ملتقى الفكر الإسلامي، والذي يأتي تحت عنوان دور المرأة في الحضارة الإسلامية. هذا هو عنوان وأيضا رد على الكثير من الشبهات التي دائما تحاول أن تقلل من مكانة المرأة في الإسلام بشكل عام، ولكن جاء الإسلام وجاء معه النور الذي خرجت منه المرأة، وأيضا كانت قبل الإسلام في حالة من حالات الظلام وعدم الاعتراف بالكثير من حقوقها، ولكن جاءت الحضارة الإسلامية وأثبتت المرأة بأنه كان لها دور كبير. لا ننسى أبدا أول من آمنت بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لم يكن إيمان فقط، ولكن كان هناك حالة من حالات الدعم القوي للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا ننسى أبدا أول شهيدة في الإسلام، وهي أيضا امرأة، السيدة سمية بنت الخياط. الحقيقة هناك الكثير من الأمور، لم يتوقف دور المرأة فقط في هذه الجزئية، ولكن كان للمرأة مواقف وقرارات صائبة وقرارات لها معنى كبير، وكان يؤخذ برأيها في الكثير من الأمور. الحضارة الإسلامية حضارة عظيمة متميزة، لم تقم فقط على سواعد الرجال، ولكن كان للمرأة دور كبير ومؤثر في كل مرحلة من مراحل الحضارة الإسلامية. أتشرف بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، وأيضا فضيلة الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف المصرية. أهلا بحضراتكم، ونتشرف بوجود حضراتكم في ملتقى الفكر الإسلامي. ربنا يحفظك. أهلا بيك. أبدأ مع حضرتك دكتور محمد سلامة من هذا العنوان، وهو عنوان صائب وعنوان عبقري ومؤثر جدا في دور المرأة في الحضارة الإسلامية. على يعني فترات طويلة جدا كان يتم إخفال هذا الدور الكبير، وكان يتم تصدير صورة مغايرة لمكانة المرأة في الإسلام وفي الحضارة الإسلامية. كيف نبدأ ونؤصل لهذا العنوان وهو موضوع حلقة اليوم؟ نعم، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاريخ غير الممارسة. التاريخ أحيانا يكتب بصيغة تنصف توجها أو اتجاها عربيا بدويا، صحيح، لكن الحقيقة تظل حقيقة، صحيح، حتى وإن تأخر كشفها. فلا يمكن أبدا أن تكون مسألة اختيار خديجة لتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق له الثلاث حاجات اللي قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طبعا تفسيرات كتير انه يتيما فآوى بعمك، عائلا فأغناك بخديجة، وكل ده، لكن الحقيقة الثلاثة في خديجة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. طبعا ولذلك هتلاقي الناس كتير والمفسرين متلخبطين. النبي كان ضال، النبي ما كانش ضال قبل الله، النبي كان في داخله يقين بأن لهذا الكون إله عظيم. تمام، صحيح.
لما ثانيا كان يسأل نفسه، يعني هو الفقير بين أبناء عمومته وبين فكيف سيتزوج مثلهم يعني. فربنا قال له لا، أنا كفيلك. وسخر له خديجة امرأة، تخيل. ثم بعد، ولذلك شوف رغم أن عائشة كانت تغار من خديجة حتى بعد موتها، صحيح، تقول لك ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط مثل خديجة. صحيح صحيح. فهو قال لها التي وستني بمالها كذا، وهي التي كذا، وهي اللي أزرتني، وهو اللي كذا، وهو اللي أول ما جات له البشارة هي اللي بشرته. صحيح. لا تحمل الكلة وتقري الضيفة وتنصر المظلومة وتعين على دوائب الدهر. التثبيت ده جرى في تاريخ الأمة العربية، لكن لأن الأمة العربية فكرها ذكوري ومتواصل فيه الفكر الجاهلي اللي قبل الإسلام، كثيرا ما كانت تتجاهل، لكن التاريخ ما يقولش لا. طيب سأضرب أمثلة سريعة. تفضل. ما الذي جعل علي بن أبي طالب في هذه المكانة؟ فاطمة بنت محمد. صحيح. امرأة. تمام؟ صحيح. طيب سير كده مع الطريق وتجاوز الفترة الأموية وتعالى على الفترة العباسية، من التي كانت جبارة ووراءها جبارة أخرى؟ خيزران، مرات المهدي، اللي رفعت هارون إلى أعلى الدرجات علميا، وأسسته خليفة يحج عاما ويغزو عاما. طبعا ألف ليلة وليلة اللي بهدلت الدنيا لم تعرض هارون، لكن غيرة شديدة من الفرس، لأن هارون الرشيد كان من أعظم من أنجبتهم البيئة العربية من القواد والخلفاء. أمه وزوجه العباس اثنين، دي سندته لكانت بتقول له كذا، ولما لقت خيانة البرامكة هي اللي نبهته لأن ما كانش عارف. صحيح. كان واثق فيهم. طيب يصير بقى مع التاريخ كده هتلاقي أن وراء المثل اللي بيقول أن وراء كل عظيم امرأة. صحيح. لازم امرأة تقف وراءه. شجرة الدر التي شوهوها، ألم تسر بالبلد إلى بر الأمان؟ طب أعطيك مثال، زي ما عمل أخا خان رحمة الله عليه يا رب وجزاه خيرا بمصر، محمد حسين طنطاوي، لما قدر يحافظ على البلد في وقت المحنة ويعديها البر الأمان. شجرة الدر فعلت هذا تماما، ولولا تآمر المماليك عليها وشوهوها بعد ذلك، لكن هي حافظت وسكت وأبقت الدولة، لأن التوران شكل صغير. صحيح. واحدة تانية. فهذا التاريخ الذي نذكره يؤكد أن الأمة العربية أو الأمة الإسلامية في أوقات كثيرة منها جدا كانت أمة حضارية جدا جدا، لولا المتربصون والذين يريدون أن يقدموا صورة مشوهة للحضارة الإسلامية لكي يمسخوها. لا لم يكن. وكان كل واحدة من امرأة حتى في العصر الحديث ستجد كل امرأة من زوجات الرؤساء كانت داعمة، كانت سندا، كانت عنصرا، وتقف بجوار زوجها تسنده في أموره. فلما تقرأ التاريخ عندنا نماذج كتير. أنا مش لا أريد أن أرهق والوقت، أنا عندي نماذج كتير جدا خضرة في السيرة الذاتية. أم أبو زيد كان لها دور خطير جدا في تكوين أبو زيد، وهكذا يعني نماذج، سواء في السيرة الشعبية أميرة ذات الهمة زوجة سيف بن زيادة، ده لو جينا على التراث الشعبي. في التراث الرسمي عدت بقى المرأة الفارسية التي ربت الأمين مش المأمون، اللي ولدت الأمين المأمون، التي ولدت مأمون. الأمين كان ابن العباس. التي ولدت المأمون وأعدته هذا الإعداد العلمي الرهيب. طبعا هتلاقي صورة المأمون مشوهة لأنه وقف مع المعتزلة ومسألة خلق القرآن وشغلانة، لكن هذه السيدة الأعجمية
صنعت ما لم يصنعه أحد في إعداد المأمون لقيادة الدولة. ونحن نعرف أن المأمون بالرغم من كل شيء وبما يقال عليه واصل رحلة التأسيس للدولة العباسية التي بدأها هارون وصنع حضارة ما بعدها حضارة. صحيح. جعل ده بيت الحكمة وفي بغداد والترجمات واللي كان يترجم كتاب يديله ثقل ذهب. طب أهو ده نتاج امرأة مسلمة حقيقية وإن لم تكن عربية. صحيح. فهذا هو تاريخ. ثانيا أنا ليه مبدأ فضل. كثيرا ما يدعي الرجال كذبا وزيفا أنهم في يدهم مقود الأمور. صحيح. لكن في الحقيقة الأمور ومقاليدها كلها بيد النساء. تتسعى عشان ترضيها، تتسعى عشان تحقق لها، وهي قد تفتح لك الأفاق، واللي حظه سعيد إنه يبقى عنده أم صالحة تربي. اللي حظه يبقى سعيد يبقى عنده أم جميلة تربي، عنده زوجة تسانده. يعني تبقى عارفة إنه هو نفسه قادر على إنه يعني هو اللي حقق، فهي تقف وتنشره وتساعده ما تقفش عقبة. عندنا نماذج في الفكر الإسلامي. أنا أذكر في هذا المقام الصحابية الجليلة زوجة الرجل الصحابي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف النموذج النموذج بديع جدا، كل الناس المشاهدين يعني أتمنى أن يستوعبوه جيدا. يعني تلك المرأة الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه، وما إن ينتهي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلا ويدلف الرجل خارج المسجد سريعا. الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان متعود إن أصحابه يعني ينكسوا، لأن المكوس بعد الصلاة قليلا حتى ولو عشان التسبيحات والكده والحمد عشان يغريهم، قال لهم يعني بعد الصلاة سبح 33 مرة، أحمد الله 33 مرة، كبر الله 33 مرة، عشان يغريهم أو يجبرهم أو يلزمهم أو يلاقوا فرصة كذا. فلقى الراجل الصحابي ده كل يوم يخلص الصلاة وجري. في اليوم مرة قال له تعالى يا أخي، قال له ما الذي يمنعك عن أن تجلس في مجلسنا؟ فالراجل احمر وخجل، وبعد ذلك قال الرسول قال له قل لي ولا تتحرك. قال له يا رسول الله أنا لا أملك أنا وزوجتي من حطام الدنيا غير هذا الثوب. صحيح ثوب. فأنا آتي لأصلي به وأذهب لأعطيه لامرأتي لتستتر وتصلي. قال له أنت ازحب. عندما ذهب إلى زوجته، شو بقى الزوجة التي تعين زوجها؟ مش دي عربية؟ صحيح. وامرأة عربية ومسلمة؟ صحيح. فراحت غضبانة منه وصرخت في وشه أتشكو ربك إلى نبيه وماذا هو فاعل؟ الأمر لله، إياك أن تفعلها ثانية. مش ده نموذج؟ نموذج مضيء. صحيح. يعين على الحياة. صحيح. يعين على التقوى، يعين على الصلاة. ولكن اسمح لي، وهو سؤال يعني هستقيه من رأي حضرتك وطروحات حضرتك للدكتور محمد نصار، وهي مكانة المرأة في الإسلام. اسمح لي دكتور محمد أن نتحدث عن الجانب التحليلي أو الرؤية التحليلية، على الرغم من أن المرأة في الإسلام الحقوق محفوظة ومصانة بنصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولكن دائما تؤخذ المرأة ومكانة المرأة كزريعة في الطعن في الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة يخطئ من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث من غير موضوع، لأن الإنسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموضوع، هو الموضوع الذي من أجله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله
سبقه إخوة له من الأنبياء والمرسلين ليقيموا فيهم الخير والجمال والقيم المتعارف عليها منذ فجر التاريخ والتي تخطت كل الأديان فلم نرها وقفت عند حدود دين. والحقيقة لو أن لأي مصدر تشريعي وطني أو دولي عد إلى مصدرك لعاد إلى الإسلام، لأن الإسلام يحمل من القيم والخصائص والأخلاق ما يجعلنا نتقدم يعني ونسير في المقدمة دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا يفتح عليك. والمرأة في الإسلام قد وصلت إلى مرتبة كبيرة من المكان العظيم التي تليق بها مقارنة بالحضارات السابقة، ونحن نتكلم عن حضارة الإسلام على وجه الخصوص. يعني في الحقيقة المرأة في الحضارات الماضية كانت غير ذي قيمة، يعني كانت تملك ولا تملك، تورث ولا ترث. في الحضارة الهندية كان الأمر كذلك، في الحضارة اليونانية كان الأمر كذلك، حتى إن ولدي ورنت في قصة الحضارة يتعجب تعجبا كبيرا إن كيف وصلت الحضارة اليونانية إلى ما وصلت إليه من هذه القمة العليا، ثم إن يكون دور المرأة في الحضارة اليونانية يكون بسيط وغير موجود وغير مرئي. أثبت ذلك أيضا كثير من علماء الغرب، يعني الذي ألف كتاب نساء في تراخيص يقول ذلك، يقول لم نلمح المرأة في الأسواق، لم نلمح المرأة في المجال العلمي والمجال الفلسفي الذي طغى في العصر اليوناني على وجه التحديد، حيث أن اليونان كانت معروفة بالفلسفة في أعلى قمتها، كان موجود في العصر اليوناني. وعذرا عن المقاطعة، يعني الحكم الشعب أو التباهي بالديمقراطية هو كان فقط للذكور. نعم. وفي سن ما يعلو عن 20 عاما يعني. نعم. هذا كله كان موجود في هذا العصر. لو سبنا هذه العصور ودخلنا إلى المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بنال المرأة أيضا يعني كانت مستضعفة وكانت مهانة وكانت تملك أيضا ولا تملك، ويعني المراجع ذكرت كثيرا عن حال المرأة قبل الإسلام، يعني ويكفينا ما كان يسمى بوأد البنات. صحيح. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كان المرأة تدفن عند جبل يسمى بجبل بني دلامة، ما أن تبلغ مبلغ السعي أو قبل ذلك بقليل يأخذوها عند جبل بني دلامة ويقوم بدفنهن أحياء. حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما يروى عنه: أتذكر جاهليتي فأضحك وأتذكر إسلامي فأبكي. قيل: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أتذكر جاهليتي فأضحك لأنني في يوم من الأيام اصطنعت صنما من العجوة لأسجد له من دون الله، وفي ليلة من الليالي عضني الجوع فذهبت يمنة ويسرة أبحث عن طعام لأكله فلم أجد غير هذا الإيه، فلم أجد غير هذا الصنم الذي اصطنعته من العجوة فأغسته وأكلته. وكلما تذكرت ذلك ضحكت وقلت: سبحان الله، أرأيتم عبدا يأكل ربه؟ وأتذكر إسلامي فأبكي. لما يا أمير المؤمنين؟ لأن الله قد رزقني بأنثى فلما بلغت مبلغ السعي أخذتها ودفنتها حية. وكلما تذكرت قول الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بكيت على ذلك بكاء شديدا، ولولا أن الإسلام يجب ما قبله لهلك. رضي الله عنه. رضي الله عنه. ما أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما أنا بأكد على المعلومة دي، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في القرن السادس الميلادي، بعث في القرن السابع الميلادي، ولم يكن ذلك من باب المصادفة الزمنية، بل كان من باب المصادقة الإلهية والحكمة الإلهية، لأن الوضع كان متأزم وكل في انهيار بما في ذلك المرأة. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت من عمر الزمان إنصافا للمرأة وتعلية لقدرها، ولذلك وجدنا المرأة تقف مع الرجل بل وأحيانا يسبقن الرجال. يعني مثلا عندما نستدعي بعض النماذج حنلقي مثلا السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها سبقت أباها سيدنا أبو سفيان بن حرب إلى الإسلام، وثبتت عند الفتنة عندما ارتد زوجها عبيد الله بن جحش. السيدة فاطمة بنت عمر سبقت
أقاها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السيدة زينب بنت رسول الله سبقت زوجها العاص بن الربيعة. السيدة أم كلثوم بنت عقبة سبقت أهلها جميعا، وأنا أحب أن أسمي هذا بطبقات السابقات. إذن كانت نماذج رائعة في التاريخ الإسلامي الذي كرم المرأة ورفع قدرها وأعلى مكانتها وجعلها يعني سيدة في منزلها وسيدة. يعني الإسلام كرم المرأة أما وكرمها بنتا وكرمها زوجة وكرمها أختا وكرمها على كل المستويات طبعا. وعلى كل الأصعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلنها للناس جميعا: النساء شقائق الرجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بمقارنة بسيطة بين ما كان قبل الإسلام وما بعد الإسلام نجد أن المرأة قد كرمت، لكن يظل بعض الناس ممن يتعلقون ببعض الشبهات التي قتلت بحثا. يعني أنا دايما أقول يعني الملتفت لا يصل. يعني إن أردت أن تصل إلى القمة في المجد وإلى القمة في الحضارة فلا تلتفت إلى هؤلاء الذين يشحذون الهمم، إلى هؤلاء الذين يقللون من شحذ الهمم ويحاولون قدر الاستطاعة يعني أن يأخذوك إلى معارك جانبية زي شهادة المرأة وضرب المرأة وميراث المرأة وغير ذلك. هذه الموضوعات وتعدد الزوجات، نعم، وتعدد الزوجات، هذه الموضوعات قتلت بحثا. ومن نظر إلى فلسفة الإسلام في هذه الأمور والنظرة الصحيحة لهذه الأمور يجد أن لا خلافة ولا مشكلة في هذه الأمور إطلاقا. فلا ينبغي أن نلتفت إلى هذه الأمور الجانبية الفرعية التي تعرقل حركة التنمية والإصلاح التي ننشدها جميعا. يعني فتح الله عليك فضيلة الدكتور محمد نصار، وأترك لحضرتك التعليق. فضل فندم. أضيف بس بقى الكلام اللي حركني. يعني أنا يعني دايما متعود كده، ولا حتى في التدريس دكتور محمد نصار فتح لنا أبواب كثيرة جدا من الأسئلة. يعني أنا أستطيع أن أجزم بصرف النظر عن مسألة الشبهات والصد والرد، وأنا أدرس هذا لطلابي وأقوله على منبري، لم يأتي فكر ولا مذهب ولا عقيدة وضعت للمرأة مكانة مثل الإسلام، والدليل آيات القرآن. الله اختص المرأة بنفسه وحرم أي قول يقال عليها. ومن يقرأ هنمسك نماذج، ومن يقرأ سورة النور ما حصلش في أي مذهب من المذاهب ما جاء في سورة النور. بروتوكول يعني لكل العالم بيتبني. يعني شو بقى لما القرآن يقر ويقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، شهداء يعني شافوا الواقع إلا أنفسهم. ما جيش بقى طب لو احنا جاهليين ولو ماشيين على الجاهليه ولو الاسلام بيظلم المراه، الراجل يجي رسول الله ويقول له ده مراتي كذا وانا شفت، يلا امسك اجلد ولا ارمي ولا ارجم. فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. خلاص قال وثبت ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم، ويروح جاي في حديث الإفك ويعطي لنا عزتين هما أمران من الله. وللأسف جزء مما نعانيه من الابتلاء لمخالفة أوامر الله في هذا الأرض. سبحان الله. إما يمسك كده يقول لك إن الذين جاءوا بالإفك وعصبة منكم لا تحسبوه، يقول لك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ومرة يقول لك أولئك عند الله هم الفاسقون. بعدها بأيتين ثلاثة يقول لك لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. حماية، هل هناك حماية للمرأة في أي مذهب من المذاهب بهذه الصورة؟ مستحيل مستحيل. هو المسؤول، هو اللي خلقها مسؤول. ومرتين اللي يرمون المحصنات من غير ما يقول للمؤمنات المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا ولهم الكذب، إن الذين بعد كده يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات شوف بقى العذاب أعد الله لهم عذاب كذا كذا. صحيح صحيح. هذه الحماية الإلهية تعطيك نموذج إنه هم مش فاهمين القرآن. لا هم فاهمين آية فاعزوهن واهجروهن واضربوهن، ولا هم فاهمين آية الشهادة خالص. ليه؟ لأنهم في غير السياق. صحيح. هم مش فاهمين. صحيح. ها؟ صحيح. مسألة الشهادة مسألة لا تنقص أبدا، هي تقر حقيقة دامغة في المرأة. بالعكس بقى، أن حنانها قد يسبق إيمانها. وهنا دي هذه هي نقطة العاطفة، نقطة الضلال. لأن المفروض أن تتدرب على أن الحق أبلج، لأنه بعدها في الآية اللي بعدها قال ومن ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقصد يدي نصيحة للمرأة مهما كان حنانك، يعني ودي حاجة بتحصل لو شفت الواقع. صحيح. يعني الست مثلا شافت الواقع تقول لك ما هو اللي مات بقدر الرحمن، يعني انا هشهد على الولد ده يتعذب ويتقتل ازاي؟ ما هو خلاص دوت عمره. العاطفه او الطبيعه المشكله هنا، لكن الحق عندنا في الاسلام شفت. نعم شفت. ولا تخشى في الليل وتلاقي. ولذلك سمي الشاهد شهيدا لانه شهيد الحقيقه. هي هنا بتخالف منطق الشهاده اللي هي شهيد، منطق شهيد. فبقى اذا خالفته يبقى ده ضلال. بس ضلال ايه؟ هو ضلال بمفهومهم؟ لا، حيدة عن الحق أو توهان في الحق. زي ما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ووجدك ضلا. الرسول كان ضل بمعنى الضلال؟ أبدا. إنما يعني المسألة حائرة، وأنت تسأل وعمال تجاه تقول هو فين الله الذي كذا وإلى آخر. ولذلك دنا لو أظل أعدد في هذا الموضوع الذي يجب أن يوضع له وضع، يعني نعمل له مرة ربنا يكرمنا ونعمل له حلقة عن وضع المرأة في القرآن، سيضرب وحده في القرآن. مش محتاجين ولا نقول للناس دول انتوا كذبين ولا حاجة، احنا هنستعرضه من أول سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة الطلاق ثم يعني النساء اللي احنا شفنا في آيات في سور كتيرة أخرى جاءت حكاية المرأة، وفي سورة الطلاق إبداع إبداع من أول سورة البقرة. يقول لك يعني إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. عشان كده في حاجات كتيرة، بعض حاجات في الفقه في التراث الفقهي متأثرة شوية بالعربية، إنما في 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 في, في الفقه بقى الصحيح يقول لك كده وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذ، شوف التحذير الرهيب، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني ما تستهينوش بالكلام اللي أنا بقول. يقول لك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لو حبت ترجع هي وجوزها إلا في حالة الطلقة الثالثة دي لا يحل له إلا بعد، وفي الآيات اللي قبلها كانت مذكورة. إنما يقول لك فلا يحل لهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجه. الناس بقى تقول لك شوف أصل رجع اتحنت مش عارف إيه، أصل رجع حن إيه اللي بيقيدوا النار بين الزوجات بدل والأزواج بدل ما يصلح. لا، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. صحيح. ذلكم
يوعظ به من كان يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلم. تعال بقى في آية الطلاق، سورة الطلاق، هات لي واحد بيعمل بيها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني اللي يقعد الرجالة ولا الراجل يقول لك ده لا هطلعها بمبيس النوم، ده لا هطلعها بكذا ويفتخر، هذا مخالف وينتظر من الله عقابا لأنه زع وأساء إلى أمة الله. صحيح. نظرت بقى إلى هذا القرآن. صحيح. شوف الإبداع. صحيح. إلا أن يأتينا بفاحشة. وعلى فكرة، فكرة الفاحشة المبينة دي من الأسس أو الأساس الوحيد أو المبرر الوحيد للطلاق في المسيحية. أنا كنت عامل بحث للولاد والطلاب بتاعي عن الزواج والطلاق ما بين القرآن والعهد القديم بعهد كذا وكذا. يعني توافق في المسألة غريب جدا. إنه ما لا تطلق بالنص كده في سفر التكوين، وبعدين بعد كده في الإنجيل لوقا ولا متى، لا تطلق إلا لعلة الزنا. القرآن جه أقر، قال خلاص نفسيا ما حدش يقدر. صحيح. نفسيا ما حدش يقدر. صحيح. جاء رجل، والتطبيق بقى النبوي، معلش انا اسف يا دكتور محمد والله انا اسف. استمتعين بكلام حضرتك يا دكتور، استمتع. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وكان في المجلس سعد بن معاذ، قال يا رسول الله رايت زوجتي في وضع كذا وفلان فوقها كده بالنص، تراني ماذا افعل؟ احمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب ووضع يده في ظهره ولا في صدره، البينه او الحد. فانتبه سعد بن معسر وقال له يا رسول الله اتريدني ان ارى رجلا فوق زوجتي وانتظر ان اتي بالبينه؟ والله لاقتلنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تعجبون من غيرة سعد، فالله أغير على حدوده منكم وإلا ما وضع الحدود. سبحان الله. صدق رسول الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة من كلام حضرتك دكتور محمد سلامة، هناك ازدواجية أو ثنائية بين النصوص الشرعية وبين الواقع. هناك كفالة وهناك ضمان وهناك حفاظ على حقوق ومكانة المرأة، ولكن نجد في الواقع الأمر مغاير. وهذا هو سؤالي لفضيلة الدكتور محمد نصار، لماذا وصلنا إلى هذه الثنائية مع أن الإسلام حفظ مكانة المرأة بنصوص واضحة في القرآن الكريم؟ أستاذي الكريم وبعد إذن حضرتك، الحقيقة يعني أنا واحد من الناس تتبعت القضايا المتعلقة بالمرأة الشائكة، حاولت أحصرها، عايز أعرف تطلع قد إيه. فلقيتها لو قلنا بمبدأ تخريج الفروع على الأصول، لو قلنا أصول المشكلات اللي متعلقة بالمرأة حوالي من 40 إلى 50 مشكلة أساسية، لو فرعناهم هنخش في حوالي 300 مشكلة أو 350 مشكلة تتعلق بالمرأة. الخلط ده عندنا نشأ منين؟ هذا الخلط نشأ بسبب عدم التفرقة ما بين الأفهام المتعددة والشريعة الإسلامية. نعم. بدأ هنا الخلط. نعم. لابد وأن نفرق بين الفهم الذي هو الفقه وبين الشريعة. ما بين الشريعة وما بين الفقه اللي هو الفهم، لأن الناس كثيرا يفهمون ويأخذون بعض القضايا من آراء اجتهد فيها الناس وهم لا يمثلون الإسلام كما هو أو الدين الصحيح. هم مجتهدون. نعم هم مجتهدون، لكن ينبغي أن نفرق ما بين عندما أتعرض لقضية المرأة، أنا ينبغي عندي أن أفرق ما بين المكون الثقافي
والمكون الاجتماعي والمكون الديني في التعليق على قضية المرأة. لأن أنا عندي موروث ثقافي وعندي موروث اجتماعي أحيانا بيتعلق بقضايا المرأة، ودي مشكلة موجودة عندي، ودي مشكلة دايما موجودة عندي. لكن عندما أنظر إلى المكون الديني أصلا مش حل مشكلة، ما عنديش مشكلة، ما عنديش أزمة أصلا في قضية المرأة وفي مشكلات المرأة. فأنا عندي الموروث الثقافي أحيانا زي مثلا والموروث الاجتماعي زي مثلا عندي عدد ختان المرأة وختان الإناث، ده موروث ثقافي وموروث اجتماعي موجود. هل الدين نص عليه؟ تتبعنا النصوص الدينية فوجدنا أن فيها ضعفا وأن فيها وضعا وأنها لا ترتقي إلى مرتبة الصحة، خلاص يبقى أنا ما عنديش مشكلة في هذا الموضوع. يبقى أنا لما أجي أتعلق بقضية المرأة وحذهب إلى قضية المرأة، أنا أدعي أن كل الإشكاليات التي تتعلق بالمرأة ستذوب حتما بمجرد أن أنا أفرق ما بين الموروث الثقافي، الموروث الاجتماعي، الموروث الديني أو المكون الديني بمعنى أدق. نعم. احنا عندنا المرأة وصلنا بها الى اعلى مرتبة في الاسلام، يمكن كان الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه وصل بالمرأة الى اعلى مرتبة، وصل بها كونها قاضية، وصل بها كونها وزيرة، وصل الى الامام العظمى في كتابه السنة بين اهل الفقه واهل الحديث. عندنا هذه الاشكاليات حتذهب بمجرد ان نذهب الى النصوص الصحيحة الثابتة. حتى الشيخ رحمه الله تعالى لما عرج على حديث لعن الله قوما ولوا امرهم امرأة، الشيخ رحمه الله قال هم لا يفهمون هذا الحديث فهما صحيحا، ان دي يعني قضية خاصة جدا تتعلق بوقتها، لا هو يعني حديث سائر في كل زمان ومكان. أن وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يدلل لنا من الواقع المعاصر، جولد مائير في إسرائيل، غاندي في الهند، هذه نعم وتاتشر، هؤلاء جاء أو يعني هن جميعا يعني عندما قدنا الدول والشعوب كيف كان حالهم، يعني وصلوا بهم إلى أوج العظمة وإلى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يبقى أنا عندي هنا لما أجي أتعلق لقضايا المرأة وحعرج على قضايا المرأة وحنظر إلى قضية المرأة، فرق لي بين المكون الثقافي وبين الموروث الاجتماعي وما بين المكون الديني، عشان تزوب عندي هذه الإشكاليات جميعا. الخطأ عندنا في التطبيق، نحن لا نحسن التطبيق للأسف. ينبغي علينا أن نعرف جيدا أن الله تبارك وتعالى قد كرم المرأة تكريما كبيرا، ولا أدل على ذلك من أن ربنا سبحانه وتعالى سمى في القرآن سورة بصورة النساء وما عنديش سورة الرجال، وسمى سورة بصورة مريم رضي الله عنها وأرضاها. المرأة كرمها الإسلام أيما تكريم، فتح لها آفاق التعلم. يا أستاذنا الكريم، أنا يؤسفني أن حديثا واحدا يحكم العالم الإسلامي إلى وقت قريب، وفي الأسف هو حديث موضوع كان يردده الناس، لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف، يعني تعالى عند الدور الثاني دي نعم، هذا حديث واحد نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، والنبي لم يقوله صلى الله عليه وسلم، ولا زال يحكم بعض المجتمعات إلى وقتنا هذا حديثا موضوعا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش قال خذوا نصف دينكم عن هذه الأمة، عن عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي طرقت لنا شعرا. صحيح. الإسلام اهتم بالمرأة في مسألة التعليم حتى قبل ظهور التيار النسوي في الذي ظهر في الغرب في القرن التاسع عشر. الإسلام أنصف المرأة وأظهر قيمتها العلمية. سيد الكريم، عندما تذهب مثلا إلى ابن طولون في القلائد الجوهرية يقول لك إذا كان الرجال قد استأثروا بألقاب الدين، نور الدين وعلي الدين وبهاء الدين، دي أصلا لما بتلاقي في التراجم هي أصلا ألقاب دينية في الأساس. يقول فإن النساء قد استأثرن بألقاب كهذه قديما، فكانت تسمى بست العلماء وست الفقهاء وكانت تنادى بستنا العالمة رضي الله عنها وأرضاها. يعني مثلا عندنا نموذج السيدة عائشة الباعونية رضي الله عنها وأرضاها، دي توفيت سنة 922 هجريا، بقى لها حوالي يعني دخلنا على 500 سنة تقريبا. هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها كانت تنادى بستنا العالمة، هي أصلا من باعون من الأردن.
لكن ولدت في دمشق وجاءت إلى مصر وتعلمت في الأزهر الشريف وأجيزت في الإفتاء والتدريس في الأزهر الشريف. يمكن أنا كنت حققت لها كتاب واعتبرته يعني هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها عائشة الباعونية أجيزت بالإفتاء والتدريس. هذه المرأة كرمت من منظمة اليونسكو العالمية عام 2007-2008. نحتاج إلى الكثير من هذه الكتابات وهذه المؤلفات لأنها توضح الكثير من النقاط ولها الرد السريع والعملي على من يطلق الاتهامات الدائمة للشريعة الإسلامية بأنها لم تكرم المرأة. وعذرا دكتور محمد نصار على هذه المقاطعة، ولكن في بداية الملتقى وفي بداية هذه الحلقة يعني شعرت بحالة من حالات الاعتزاز الشديد بالمرأة وهذه الإنجازات اللي حضرتكم تحدثتوا عنها وعن دور المرأة ومكانة المرأة، ولكن حدث يعني حالة من حالات الهبوط، حالة من حالات الخفقان، حالة من حالات عدم مواصلة هذه المسيرة التي كان للمرأة فيها دور كبير. وهو سؤال ربما المشاهد يتساءل، يعني ما هو السبب في حدوث هذه الردة؟ أسباب كثيرة في الحقيقة. هو السبب الرئيس ضعف المكون الديني كما قال الدكتور محمد. الناس حينما تألف شيئا وتعتاده يبدأ هذا الشيء في الضعف والخفقان. الحضارة الإسلامية في العصر العباسي أبدعت، طلعت كنوز ومجالات، وفي كتاب عظيم جدا يعني لا أتذكر مؤلفته بدقة عن نساء متصوفات جمعت فيه أكثر من 130 واحدة عالمة. أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ذكر هذا الكتاب وألفه رضي الله عنه. لا والمرأة دي اللي كانت مهم عندنا، أو هو يعني القضية مش القضية في اسم المؤلف، يعني هو كتاب ومعتمد وموجود ومحقق. نساء كنا يفتحن بيوتهن يعلمنا فيها الرجال والنساء القرآن وأحكام القرآن و لما دمر التتار ودمر المسلمون والعرب حضارتهم بيدهم، لما تمزقوا إلى غزنوية وبوهية وأخشيدية وصاروا على الحكم المركزي اللي في بغداد، وده كان سبب رئيس من أسباب ضعف الدولة العباسية، وأنها تبقى لقمة سائغة للتتار، ولولا فضل الله علينا بأن أبناء مصر هم اللي صدوها يعني. صحيح. إنما ال 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 من بعد هذه اللمحة البؤرة المضيئة حدث بقى المماليك استولوا وجاء العثمانيون، والاثنان مسلمون نعم لكن ليسوا عربا، لن يستوعبوا الفكر العربي ولا القرآن ولا كذا. طيب خافوا من أي مصدر خافوا؟ خافوا من الأزهر، مع أنه برضو كما خاف فرعون من نبوءة أن يطلع على أن يخرج له طفل ممن يربيهم ويقضي على عرشه، كان برضو هو الأزهر الذي وقف ضد الحاكم العثماني وفرض محمد علي. الفترة اللي هم حكموا فيها بقى المماليك البحرية والمماليك البرجية والمماليك مش عارف ايه، كانت المسألة حتى في الأزهر الشريف العظيم. وأنا أذكر قصة سريعة لشيخ من بلدنا، كان شيخ الجامع الأزهر، الشيخ اسمه محمد شمس الدين الحفني. وكان يعني ميالا طبعا بطبعه شيخ من أعماق من متعمقي الفكر الصوفي الزهد والنسك، ووقف لمراد بيك وقوفات، ولم يستطع مراد بيك، لأن الشيخ محمد شمس الدين الحفني أراد أن يعيد للأزهر هيبته، فبدأ يعلم الطلاب
كيف يقرؤون الحواشي والمتون ليبعدوا عن الحفظ. وأخذ يجلس يعلمهم في كل متن من هذه المتون المعاني والدلالات والأبعاد وربطها بالقرآن وربطها. هو كان راجل صوفي سني يعني مش صوفي يعني مجرد بس سالك كده في الموالد، لا كان عالم، وعالم بالبلاغة، أستاذ بلاغة عربية كأنه وريث عبد القاهر الجرجاني. فالفترة اللي أنا أقول هي هذه الفترة اللي ما زل حتى الآن، رغم أن شوف محمد علي بدأ التطوير إمتى وقاسم أمين بدأ التطوير إمتى، ما زلنا نعيش في هذه الأوهام، وكل رجل يتصور لا أنا سأفعل وما سأفعلش، لكن حقيقة. في الحقيقة لا حقيقة. المرأة أخذت وستأخذ وبحق الله وليس مجاملة، إنما نحن نوجه حديثنا لشقائقنا من النساء، فلتكن العلاقة لها أسسها الثلاثة التي وضعها القرآن الكريم: سكن، مودة، رحمة. أشكرك جدا دكتور محمد سلام، والحقيقة يعني كلام حضرتك فتح لنا أبواب كثيرة. نعم. ولابد أن نطرح السؤال الأهم أو السؤال الذي لابد أن نجيب عنه بكل شفافية. نعم. وبكل أريحية. نعم. وهو أننا نحتاج إلى قراءة سليمة للقرآن الكريم أكثر تدبرا، وليس فقط قراءة عادية تصفح القرآن. تدبر القرآن الكريم يحصن الشباب، يفتح أبواب كثيرة جدا للمعرفة والفهم. نعم. الصحيح لأمور الدينية، ليس فقط في جانب المرأة، ولكن ينقصنا هذا الجانب دكتور محمد نصر. نعم. ده حقيقة، يعني نقرأ القرآن الكريم ونتدبر معانيه، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك. وأن نأخذ صحيح الدين وأن نفهمه فهما جيدا، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك وبين لنا كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. دعني في النهاية ونحن يعني نختم هذا الحديث أن أقول إن أيضا من الأسباب التي جعلت المرأة في هذا الوضع المؤلم ظهور بعض الجماعات الإرهابية التي جعلت الهرم مقلوبا بفهم سقيم لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى إعادة قراءة صحيحة لنصوص القرآن ونصوص السنة وللفقه بوجه عام، الاجتهاد الفقهي. يعني أنا أتألم كثيرا عندما يعني نسأل بعض يعني هؤلاء الجماعات يعني سؤال مثلا عارض كده، نقول لهم مدة الحمل عند المرأة، أكبر مدة للحمل عند المرأة، لا زال يكرر أن من بين الفقهاء من يقول أن أقصى مدة للحمل عند المرأة تصل إلى 4 سنوات. يا أخي إحنا في القرن 21 كيف لنا أن نعتقد هذا الكلام؟ كلام عاري من الصحة. هم قديما كانوا يقومون على التجربة ويقولون وفق التجربة وفق ما شاهدوا، لكن العلم الحديث عندنا أثبت أن ما يسمى بالحمل الكاذب لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الحقيقة، فخلاص سمي حملا كاذبا، وهو ما الذي كان لا يعرفه الفقهاء قديما. فهذه الأمور نحتاج إلى إعادة صياغتها وفهمها فهما صحيحا. الفتوى عندنا تمر بعدة مراحل، الفتوى عندنا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، بعض الأوضاع الاقتصادية وبعض الأوضاع الاجتماعية وعموم البلوى، كل هذه من موجب مغيرات الفتوى. الفتوى عندنا تمر بمراحل، مرحلة التصور بنسميها في علم النفس التصور الابتكاري، مرحلة التكييف الشرعي، مرحلة استخراج الحكم الشرعي، مرحلة الفتوى بعد ذلك. هذه الأمور هو من يفقهها العلماء الراسخين في العلم، وهو ما نطلبه أن يفهموا الدين فهما صحيحا. وأخيرا أقول إن الإسلام الذي ننتمي إليه نراه في مجال التربية والتكوين يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق وتشريعات وقيم وأنظمة،
وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. دكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، أشكر لكم الحضور ملتقى الفكر الإسلامي وهذه الإضاءات الكثيرة جدا في موضوع حلقة اليوم وهو المرأة في الحضارة الإسلامية. والشكر أيضا موصول للأستاذ الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي والتي جاءت لتوضح مكانة المرأة في الإسلام. والحقيقة كانت هناك الكثير من الأمور التي لابد أن نعيها تماما، وأن الإسلام والقرآن الكريم جاء بنصوص واضحة تضمن حقوق المرأة وتمكن أيضا المرأة، ولكن الأهواء والجماعات والمصالح الشخصية هي التي أخذت من المرأة ذريعة لها للطعن في الشريعة الإسلامية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله من الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.